تما ربك اسمك شي ريح الظلم الشيخ الله يرحم والديك ربك علاش انت تشوط الظلم الشيخ ريح 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 هانتوما الاخوان الله يرحم والديك دابا انت علاش باغي تضربي علاش هز ذاك هاد السيدة هادي بلاتي ضربها هاد المرأة هادي ضربها خا الوالدة الوالدة ها هي هاديك مرتك اسيدي مدام ديالي اخا ضرباني اخا شوفوا هاد خيتي هادي بلاتي بلا وشتي خيتي هادي مشات للدرجة هادي ولا مالك خيتي للراجل كبير والمرأة كبيرة بلاتي 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 واش لا بلاتي بلاتي وما تخوتيش اضرب شويه شو الباب شو الباب شو الباب شو الباب بلاتي 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 سعيد رجع الله اخوان باش نفسر لكم شنو طاري هاد السيد يا كتب دار لمرتو هادي ومرتو وشكون شراها لي شراتها لي مو هاد السيدة هادي مسكينه ياك وعطيت لفاطمة طلبات ليا مليون ايه كيل عليها وحيدات ليا 100 فيهم وشدات 100 فيهم دابا باش تفهموا الناس رفعات عليه الدعوة ديال طلاق الشقاق ملي شدات الدار وباغا تخرجوا هو وامو مساكن في هاد الليل ها انتم ها انتم بلاتي بلاتي انت راكي انورمال بلاتي سعيد بلاتي بلاتي باش بلاتي ريع دابا حشومه عليك دابا المراه كبيره فين تخرجي بلاتي هضري معايا بشويه وهضري بشويه انا هضرب شويه انا هضرب شويه انت ما كتخاوشي عليا بلاتي بلاتي شو دابا بلاتي غندخل عندك هانتي دابا الراجل كبير ما غا يلا ضربيني بكاس واش حكرتي على الراجل كضربيني بكاس كتهرسي بالدجاج والويله واش مالكي دابا انت واعره يا خيتي يا انا غنسكت دابا شوفوا غنفكوا هذا الموضوع بشويه غنفكوا هذا الموضوع بشويه غنفكوها بشويه دابا الراجل كبير ومو في غيمشيو الراجل ومو في غيمشيو علاش غتخرجيهم في هذا الليل علاش 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 ضاربه امو علاش غتخرجي بلاتي تمسكيتي بلاتي تمسكيتي تا وليتي مرا تمسكيتي دابا تمسكيتي تا وليتي تتمكنتي باغا تخرجي امو صافي دار لك الدار في سميتك جاري عليه امو حرام عليك حرام عليك من هذا النار هذا يلا ضربي هذا البقره يلا هزي ضربي يلا ضربي يلا ضربي حاجه بلاتي الناس المهمه هاد المرأة مسكينة طحنينا انا البارح واحد طلال عادل باش ضرباتك البارح طحنينا ما عرفتش هذاك البالي لاح علينا ما نصوروش حتى شي واحد في وجوه حتى شي واحد ما غنصوروا بوجوه كل هادي المهم باش يعرفوا الناس اشنو واقع هاد السي سعيد دابا انت السي سعيد هاد السيدة نهار الاول شكون جابها جابتها لي الوالدة حاجة عطاتها لي مشيت عند خطا مشيت عند وبركت على الخطا جات نهار بغيت نجي بركت لها خطا شهر دجا رجلها من الحج ايه و10 ايام فوق الحج نهار اللي بغيت نجي الناس لا يعمر هدر ها انت سيدي ها انت سيدي الناس لا يعمر هدر الله يرحم الوالدين هي هاد السيد امو ما عادوا فين يمشيو هادي الله يرحم الوالدين هادي هي الله يرحم الوالدين هي هاد المراه مسكينه كبيره اللي كانت كتغسل الجفاف وعطاتها باش يشري الدار ملي دارها لها في سميتها ولاش باغا تجري عليه هادي هي الله يرحم الوالدين انا الحاجه كنت طيب جمعت هذاك الرزق ايه وداك الشيء اللي الانتريت ديال الراجل شويه انا الانتريت ديال الراجل جمعتو نهار شتا محزين بزاف الكرا قلت اجي نشريو داركم واحد النهار تفقى دارك هذيك بعدا اللي كتعطي زعما يفقى تريدا دارك هذا عطاو ما عطاوش هذاك الشيء اللي بغا فوكاريم قلنا ليه هي ندير فوكاريم ديك انت هي فيها هي ديك الساعه حتى راجلو السي سعيد كبير في العمر كنت مع هذاك الاسمه اللي درت اسيدي مشيت عند المقدم واحد كنا حي الرحمن حي الرحمن راه هنا بلاتي بلاتي دابا بلاتي دابا الدار واش سميتها هي سميتها هي هو كاين فلوسي انا عطيتهم فلوسك انت قلتي شحال عطيتيها الحال 7 مليون قلتي هذا 7 مليون الله الله هاد ودي 7 مليون ودابا بلاتي دابا هما خرجوا في غيمشيو هما خرجوا واه هاد المراه مسكينه خرجات في غتمشي لا انا كنهضر مع الاخر اللي كانت درويشه صافي ملي شديتي الدار شديتي الراجل وليتي كتضربي بكيسان وليتي باغا تضربي فيه انا على الشيطان طيب
شوفي مي مي انت ما عليك والو الحاجه انت ما عليك والو جوج بوس لك راسك الله يرحم لك الوالدين انت ما عليك والو ولكن بنتك خايبه بنتك انا شاش دايره راه شاها الزكاة شوف علاش بلاتي علاش المراه علاش ضربي المراه كبيره علاش علاش ضربتي عارفينيش ما ضربيش مراه كبيره وما ضربيهاش لقيتيني داير لايف لقيتيني داير لايف اما انا باط انا مخ داك السرجم باش ضربي مراه كبيره ضربي مراه كبيره اجي من باط لا يعني ومش قيسيهاش مراه كبيره ما ضربيهاش شي هاد الحقره اللي كتلقى بلا مدرويش داعي عندك داعي عندي والله شي خرج هاد داعي عندي بالله كدروشي وحق الله وحق لا اله الا الله غير خرج انا فو على بشار كي دايره لا اله الا الله قلت لك ولدي انت قلت لك ولدي اللي مشيت ندير له الورق ايوا حيت نقول له ان ما خدام دار فينيسيو في الحي الصناعي خدام فينيسيو ما كتربح والو قال لي شحال كتربح قلنا له انا انا الماكله في الدار كتربح 80000 ريال الشهر واخا مزيان دابا علاش ما تعطي بلاتي مزيان دابا انت اخويا سعيد خطا اللي درتي المراه ما ديرش لها الدار كامله في سميتها علاش دايرها لها في سميتها لقيت فيها الثقه كيفاش الثقه كما كانت شكه دخلت حي الصناعي ولات واحده اخرى والله ما نكذب عليك بالله كانت درويشه كانت درويشه كتفهمتها تجمع ليا باش تريح من الخدمه الطوموبيلات كلشي باش ضرباتك باش باش ضرباتك الموس راه الموس هز الموس هز لا مو خضربة تشير ده الشمرية ولا ما كان عارفه مولو جيل مزيل احنا جينا دخلنا عنده وزقلت لي بكاس سيرت علي بكاس زقلت بكاس انت لا لا عري طبعا خير هزتني هي وبنت خوها راه كاينه بنت خوها عندها 20 عام بغات تلعب مع شو شو الحاجة كي ديرها كوزينة كي ديرها الله يرحمه ويك شو شو حاجة شو شو حاجة كي ديرها شو الطواليس كي ديرها شو الدار كي ديرها حيتها كي ديرها لا اله الا الله لا اله الا الله اخويا ما تزوجش ديك الساعه انت كاع الوالد اللي جبتني اخا الوالد راه مصحح انت ملي كتضرب في امك اش كدير انت ملي كتكون كتضرب في امك انا ما نقدرش نضرب حيت اللي ضربتها كتشوف فيها كتضرب في امك وساكت لا ما نقدرش نضرب حتى لا ما تضربهاش هز امك سير بلا شي بلاصه واحده اخرى ضربت تسافني الحبس هادشي اللي باغي اخو هادشي اللي باغي هي راه بغات تسافني الحبس الله يرحم الوالدين داكشي يا جماعة ما الوالدة لا ولكن باش امك تبدا تضرب فيك لا انا ما كنعرفش امك وضربتني نفس الصحيح راه شتي دخلتي بعينك حتى تشي عليا بالموت انت كيسان كل هذا هو الظلم هذا هو الحكر انا دخلت عليك والله اليامات الاولى كي كانت كانت راه كانت بحال فهمتي باغا فهمتي باغا بغات توصل لي بغات توصل لي كانت درويشة ما كانتش تهضر كاع ما كانتش تهضر اقسم بالله مازال كتبغيها ها مازال بغيتها اخو كذبت عليك فاش ضربت الوالدة ما بقيتش تنبغيها صراحة كذبت عليك لا اله الا الله والله يا فاش ضربت حتى لا اله الا الله ضربتها قدامك ضربت راه على سيتكم الفيديوهات هذه الشولة ودابا باش ضربتها ثاني شحال عاوتاني ضربتها بكيسان كيسان شوف الشوت كاينين وبغيت ندق لك على الشوت تسمعهم تسمعهم واخا الله لا راه شكون جاي بعين لا راه شتي بعينك الله يرحم الوالدين شوفي 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 وما ضربش المرأة كبيرة والنار اللي وجهت درويشة النار الأول دابا النار اللي وجهتي درويشة النار اللي وجهتي ما عنديش الحق نهضر معاك وما عندكش الحق تهزي على المرأة يديك ما تهزيش على يديك المرأة قد أمك ما تهزيش على يديك ما تضربيهاش النار الأول كنتي درويشة دابا صافي صافي زعما ضرب سميتك سيري اتقي الله راه غتخرج عاقبتك ما غتخرجش مزيانة واتقي الله اتقي الله راه عاقبتك ما غتخرجش مزيانة ولكن كنتي مرأة عاودي حطي فيها يديك لكن كنتي مرأة عاودي حطي فيها يديك ولكن كنتي مرأة عاودي حطي فيها يديك عاودي مسكينه كتضربها الجفاف حتى عطاتك الفلوس كتضربها الجفاف حتى كملت لكم الدار تضرب الجفاف واش عطا لوحده اخرى فو على الطريقه كي دايره كتضرب الجفاف مسكينه وحاشك الحاجه ماشي بحال امي ولكن ما تقيسهاش ما تقيسهاش لا اله الا الله الحاجه الحاجه شوفي انا هرساتي سبعه تواصل راه تصورنا سبعة تواصل كبار ديال الطاوس ديال الطاوس عرفتي ماشي كدراع هذا صح لاحظهم من هنا ها انت وداك الشيء اللي باقي ها انت والباقي اللي باقي ها انت اللي باقي هذا الشيء كله خشاتو تما المنطاد ديالي ها انت سيدي فاش عندي المنطاد ها هذاك هذاك اللي زارو هذاك راه شوف يلا فين كتنعس انت والمو انا هنا هنا وهي شاده بيت ناس ها في الوالد الوالد وهي شاده بيت ناس تبارك الله تبارك الله شوف شوف فين الحساسيه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وهي شاده بيت ناس
مزيان الحاج جا مسكين انا اسف البرد حدا الشرجم ومولا الدار شاد دا بيت الناس تبارك الله عليك. شوف حاشاك تغالي شوف الحاجة ملي ضرباتك درتي شهادة طبية ولا لا؟ أيه درت جوج شهادات. أيه ها انت مرة هز عليا هذيك اللي هز عليا سون. أيه درت شهادة طبية وهز عليا الموس وهز عليا الشواية. آخر شداتني من هنا شرقات عليا رفع عليا الشجر. بغات له حكم الشرجم. يا بنت خوها يا بنت خوها. كاين الشاهد كاين الشاهد. ديجا واحد جارنا مسكين لقاني شاده علينا هنا شاده فيا وهاكا شنقات عليا قسم بالله. ها هي قدامها الشاهد كاين الشاهد الشاهد كاين. لا اله الا الله لا اله الا الله. شوف سي ملي غتجيو تشوفوا راه ما يمكنش تعيشوا في دار وحده بحال هكا انت هنا وهي اللي شوفوا شي دار وحده اخرى وتبعوا معها القانون تبعوا معها المسطره القانونيه لان بحال هذه المراه هذه الحاجه. هذا الشافية فين عايشه؟ واش شري واش هذا كاين شي راجل الحاجه مني انت انت ما عليك والو ونهار جا شي مرا اللي كان بحال هكا على ها الشريفه لا بغات ولا ستوج ولا تيقاقع صافي السلام عليكم. واخا مني مني السلام عليكم. علاش هاد الناس مخلصين الدار ويخرجوا منها في غيمشيو ولا خرجوا في غيمشيو دابا دابا نهار راه هذا اللي كيف السريطه فهمت 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 انا على حساب تقلد بها قدام قدام الله دخلت لقيتها كضرب فيكم كيسان. هذه شوف فيها هذه هذه شوف فيها شوف الجزاء والجزاء شوف انا انا فاهم انا فاهم شكون 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 اللي قال لكم هاد السيده درويشه النهار الاول تمشيتي تمشيها اختك ها هي ها هي في تلاقيتي بها انتي تمشيتي خطبتيها لي مشيت الرباط راجلها مشى الحج ايه مشى الحج وقال لي تبركي مع الدراري بركت معاها فاش جا من الحج وعشا ليا فاش جا من الحج النهار اللي بغي يجي الله يعمر الناس الله يعمرها دار راه قطعها معاهم هي ما كتعرف لا قطعها لا خوها لا رجا حتى ما كتعرف حتى حد رجا جات جات بنتها عندها هكا شوف جات جات عندها بنتها السيمانه اللي فاتت والله ما كبروا فيها والله ما شافوا فيها. شنو نقول لك الحاجه جبتي لولدك بروسي جبتي لولدك بروسي هادشي اللي غنقول لك. سيدي نهار اللي بغيت نجي قالت لي سير امي فاطمه الله يعطيك شي حجه هادشي راه شي 11 عام هادي وانا على الشيطان راه كي مرا كبيره انت هي وانا على الشيطان وانا على الشيطان هادي 11 عام هادي قالت لي سير امي امي فاطمه الله يعطيك شي حجه قالت لها شوف انت الحجه هي اللي زوجت ولدي ياك قالت لي وكان قالت لي هي نهار النهار الاول ملي تزوجات كي كانت قبل ما دير لها الدار في سميتها الله يعمرها دار ما بيهاش ما بيهاش الله عندك واخا الموت الحي الصناعي من خدمه وهي تولي واحده اخرى هي شرات الدار ولا ولات واحده اخرى خدمه حي الصناعي وشرات الدار ولات واحده اخرى صافي مشي لك هنا خرجي دابا ملي كتكون عايشين بحال هكا انت كتنعس فينا بلاصه هنا هنا في الناس اه والوالده هي ولكن والوالده اللي هي ما كتقرقب عليكم الماكله كي كديروا فيها دابا بالليل مع بقى جوج ثلاث ثلاث ليل تتجيب شويه تتكب علينا الماء او هي سول الوالده هي قول الحاجه تحلفي بالله حتى كتخوي عليكم الماء بالليل قسم بالله وها هو البارح 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 قولي قسم بالله حتى كتكون نعسه كتخوي عليك الماء اقسم بالله ها ولدي كتخوي علينا الماء والمنطاط ديالنا ديما فاز انا وراك الفيديو ها البارح البارح اه 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 انتما غتنعلي الشيطان غنولي انا وياك في شي حوايج خايبين غنقولها لك غنقولها لك في وجهك ما غتنعلي الشيطان انا اللي غنخرج فيك شي خارجه خايبه اه لا اوايا سمعتي بودنك حتى سمع قدام الالاف اشنو كنتي درويشه درتي الدار في سميتك وليتي كتشيري على عباد الله يلا خليها ليا خليها ليا بالله مش طار راجل اخوان غنقطعوا هذا اللايف هذا احنا شويه راجعين